إن الله عنده علم الساعة. الله، لو قلت بطبقة واطية شوية، لو قلت بطبقة واطية انت هتجيب لي حاجة ازاي؟ متوسطة. إن الله عنده علم الساعة. عملت ايه دي؟ عملت ايه دي يا استاذ سيد؟ استني كار. ايوه جميل. الله الله يفتح عليك. برافو عليك. الله سمعنا عالي يا شيخ حسن. ان الله عنده علم الساعة. تجيبها ازاي على حاجة؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذا جو الجواب. حاضر. شفتوا؟ إن افتح عليك يا شيخ سيد. احسنت. يعني هذا دليل، ما شاء الله، هذا دليل مستفيض على ان الاصوات ليست على شاكلتها، ليست كبعضها. سبحان الله. استقلال بشكل صوت الشيخ حسن جاب جواب الجواب، وجواب الجواب عند صوت الشيخ سيد يعني اقل منه. فقلت لكم يا اخوانا التقليد غلط، التقليد خطا. ان الله وهبك صوتا فاستخدمه. بارك الله فيكم. وعليكم. جزاكم الله خير يا شيخ سيد. على فكره الشيخ سيد ورده ده يعني انا اعتقد لو لم يكن قارئا لكان كوميديا، يعني دمه زي العسل. سيكا ها؟ سيكا ايه؟ ايه؟ قول سيكا. سيكا بس؟ قول لي يا مولانا. مسيكا بالخير يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أنا ولدت في قرية الإعراس مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وحفظت القرآن على يد فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم بدوي وهو حاليا في أمريكا. هذا الإنسان إنسان طيب جدا وعالم جليل، وقد دأب على تحفيظي للقرآن الكريم أناء الليل وأطراف النهار.
من القضايا والأمور التي أسعدتني أنا شخصيا وزادت ثقتي في الإخوة الأفاضل وأصحاب الفضيلة المشايخ الذين اخترناهم لتحكيم لجان المسابقة، أن العشر الأوائل بل جميع العشر الأوائل الذين فازوا في مسابقة المزمار الذهبي لم يحصلوا على ثقة قناة الفجر ولجانها فقط، بل حصلوا أيضا على ثقة الملايين من المسلمين في جمهورية مصر العربية، فجميعهم أئمة تراويح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. رأيي في مسابقة المزمار الذهبي أنها أحسن مسابقة أقيمت، لا تشترط حفظا ولا تشترط كما ولا تشترط لونا معينا ولا شكلا معينا للمتسابق، بل إنها اشترطت أن يكون من ذوي الأصوات الحسنة، وهذه مسابقة فريدة. من أهداف هذه المسابقة أنه نحن نبرز النجوم ونقدم الكفاءات، وفي النهاية نحصل على الأفضل والأقوى الذي سيتصدر إن شاء الله في اللجنة النهائية في الحفل الختامي لاختيار المزمار الأول على مستوى العالم إن شاء الله. هذه قناة فريدة، ولم نرى أي قناة فضائية قد قامت بعمل مثل هذا العمل أبداً.